هذا وسيبث تلفزيون البحرين الجزء الثاني من السلسلة الوثائقية مع بندر بن سلطان كاملا ضمن برنامج تحليلي خاص في تمام الساعة 10 من مساء اليوم. باركت أسرة آل صباح تزكية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. أوردت الخبر وكالة الأنباء الكويتية الرسمية نقلا عن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح الذي قال إن الأسرة باركت التزكية متمنية للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.